تبقى دي. استنى خلاص. دي هفتحها يا عليم بتاعتك على الصبح. بقول لك ايه، انت هتستعبط؟ هتعمل لي فيها الطفل البريء والله العظيم. اخد بنتي ونطلع بيتنا نكمل نومنا، لا نسافر ولا نتنيل. وتقول عليكي بنتك نفسها تهيص وتفسح، دي ايه؟ مفيش قلب كده خالص. عيني عليك انت يا ابو قلب كبير وحنين، يلا قلبك على ضنايا وفسح ضنايا. انا مش فاهم انت متزربنا ليه. عشان ما بحبش اتقرطص يا بودي. معاش ولا كان اللي يقرطصك يروح قلب بودي. فجأة وفي لمح البصر عرفت تفضي نفسك من مشاغلك العظيمة ومن معرضك اللي بتحضر له، وقمت مجرجر في ايدك الجارية اللي جابتها لك امك بوسينة هي وضناها، وقررت تروح تصور فيلم شاطئ الغرام. نديم، انا لقيت اميرة بعد كل السنين دي، وانت فاهمة كويس قوي ده معنى ايه بالنسبة لي. انا متأخرة ولا ايه؟ خالص يا روحي، يلا دوري على رجلي. ده بجد؟ أصل يعني أنا قلت أنت طول السفرية هتبقى مشغول في أنك تفسح روضة وكده، وبعدين مريم في مجلات كتير طالبة منها صور، وأنا كنت موعداها أن أنا أعمل لها سيشن، فهاخدها نتصور خارجة. أمال أنا جايبة عدتي معايا ليه يا بودي؟ ماشي يا نادين، ماشي. أول مرة عبد الله شاف فيها أميرة إليني كان عندنا في كافيتيريا آداب من حوالي 11 سنة. الواد أول ما شافها وقع في غرام، وهي كمان حبته مع انها عملت المستحيل عشان ما تحبوش. هيطلع حلو ده قوي في التصوير. هي ليه ما كانتش عايزه تحبه؟ اميره كانت بتعشق ابوها وبتعتبره مثالها الاعلى، ومفاجاه يا عم موريس قايل من غير اي مقدمات كده حب واحده ست مسلمه واعلن اسلامك اصلا، وراح مطلع ام اميره ومتجوز الست المسلمه اللي حبها. ام اميره ما كدبتش الخبر، لمت عيالها تحت بطها وجريت على بلدهم في سوريا. واميره رجعت معاها طبعا. أنا عايزة أصور هنا. أميرة اتحججت بأيتام الكنيسة اللي بتبنيها وما سافرتش معاهم على سوريا، بس طبعاً دي ما كانتش الأسباب الحقيقية. كان عبد الله طبعاً. وأبوها، مع إنها اتهمته إنه دمر عيلتها كلها ودمرها هي كمان نفسياً. دخلت في مود اكتئاب ابن لذينة، لحد ما في يوم من حوالي 5 سنين كده البنت اختفت، غيرت تليفوناتها، البيت اتقفل، عبد الله ما سابش خرم إبرة ما دورش عليها فيه. لدرجة إنه سافر لأمها وإخواتها على سوريا، بس برضه ما كانتش موجودة. عبد الله كان خربان نفسيا في الفترة دي، عمري ما شفته كده.